امبارح وزارة الزراعة حذرت المزارعين من ري المحاصيل الزراعية في البرد والأجواء الممطرة، وده حرصا من الوزارة على الزراعات الحالية من فول وقمح وبرسيم وبنجر وخضروات والفاكهة لعدم تأثرها بموجات التقلبات خلال هذا الأسبوع اللي هو برد جدا يا شاذلي. طبعا يا بسنت، عشان نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع، عن تأثير موجة التقلبات في المناخ على الزراعات، معانا على التليفون الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ بالوزارة. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا، صباح الخير استاذ بسنت، صباح الخير استاذ محمد. يا اهلا بحضرتك. كنا نفهم طبعا انه يعني ارتفاع درجات الحراره بيؤثر بشكل كبير جدا على المحاصيل الزراعيه، لكن ايه علاقه البرد بالمحاصيل الزراعيه؟ طب ما هو المحاصيل الزراعيه اللي هي كائن حي زيها زي اي كائن حي، بتتاثر سواء بالحراره العاليه او بالحراره المنخفضه. بس خلينا نقول الحمد لله ان معظم المحاصيل الموجوده هي محاصيل شتويه بطبعها، وبالتالي هي محاصيل تتحمل انخفاض الحراره، ولكن لما تنخفض الحرارة عن حد معين، يعني خلينا بس نعرف الناس كمان ان احنا دلوقتي تقريبا في داخلين على 20 طوبة، يعني في داخلين على الثلث الاخير من شهر طوبة. وده معروف ان هو ابرد شهر من شهور السنة في مصر. انخفاض الحرارة المتوقع خلال هذا الاسبوع، هو انا ما يهمنيش ان الحرارة تنخفض 10 و9 و8، الزرع كله بيتحمل، ولكن لما الحرارة ممكن توصل ل 4 و5 و6 وده متوقع في نهاية هذا الاسبوع، ممكن هنا بقى نخش في خطوره ثانيه اسمها خطوره تشكل الصقيع. والصقيع ده طبقه رقيقه جدا من الثلج ممكن تتكون لمده دقائق على اسطح النباتات، دي ممكن تعمل له مشكله. وبالتالي في هنا بقى توصيه مهمه جدا لاهالينا المزارعين، ايا كان المحصول المزرع ايه، طالما ما نزلش مطر في المنطقه، لان متوقع ان يكون في مطر في شمال الدلتا وبعض مناطق الدلتا، طالما ما نزلش مطر لازم يبقى في ريه سريعه للمحاصيل يوم الثلاث، يعني معظم محاصيل الخضر البطاطس الصيفي الفول القمح يتحمل مفيش مشكلة. بتكلم بالخصوص بمحاصيل الخضر بالتحديد أو بالمانجا، لأن محصول استوائي لا يتحمل الصقيع أو البرودة الشديدة، ممكن يبقى فيه ريه برضو سريعة حتى بالغمر أو بالتنقيط. ده نصيحة وتوصية مهمة جدا لأهلنا المزارعين، موضوع أن يكون فيه ريه قبل يوم الثلاث للمحاصيل اللي أنت حاسس أن الأرض جافة او الارض بحاجه اسمها معزوقه، يعني الفلاحين احيانا بيلزقوا الارض ويسيبوها تهوى شويه. لا، لو الارض معزوقه وبالذات بطاطس صيفي او طماطم او اي محصول، لازم يبقى في ريه ان شاء الله يوم الثلاث لهذه الزراعات، وخاصه في مناطق الظهير الصحراوي القريبه من الظهير الصحراوي، مناطق مصر الوسطى، المنيا، بني سويف، فيوم، اسيوط، المناطق دي مهمه جدا موضوع الريه. العكس تماما في المناطق المتوقع سقوط امطار فيها، بالتحديد كفر الشيخ، دمياط، جنوب بورسعيد، شمال البحيره الدهليه، المناطق دي متوقع ان يكون في امطار على مدار هذا الاسبوع. لو نزل كميه امطار كبيره، يعني لو عندي ريه لمحصول القمح برسيم، المحاصيل اللي ممكن تتحمل مثلا البرد شويه، لا استنى اشوف الامطار اللي هتنزل عشان ما ارويش ويرجع ينزل مطر. وبالذات البنجر كمان مهم جدا ان انا انتظر اشوف كميه المطر اللي موجوده قد ايه. التوصيات دي مهمه جدا لكل اهالينا المزارعين خلال هذه الفتره من التقلبات في الثلث الاخير من شهر طوب. يعني لا يجوز الري في الزراعات في حال وجود برد شديد، حضرتك كنت بتتكلم تحت حراره 6 درجات. طيب محصول زي القمح حضرتك هتصححلي، معلش هو العكس، لما يكون في برد شديد ومش متوقع امطار في المنطقه دي، لازم يبقى في ريه استباقيه قبل ليله الاربعاء وليله الخميس، لان متوقع ان يكون الانخفاض فيها كبير قوي. بس لو في مناطق سقوط امطار نستنى، اتوقف عن الري. طب المحصول زي القمح يا فندم هو بينمو في درجه حراره المفروض ان هي بتبقى منخفضه، يعني بلاد زي روسيا واوكرانيا وكده بينمو عندهم القمح بشكل كبير. هل يعني كلمني اكتر عن المحصول ده بالتحديد، ايه درجات الحراره اللي ما ينفعش اروي فيها المحصول القمح؟ طيب محصول القمح الحمد لله محصول يستفيد من هذه الاجواء، ما مش كل الاجواء سلبيه على كل المحاصيل. أنا عندي قطاعات من المحاصيل بتستفيد من الجو ده. عندي الفاكهة المتساقطة، العنب والخوخ والرمان في مراحل احتياجات البرودة اسمها، بيحتاج جدا إن الحرارة تنزل لهذه الدرجة خلال فترات الشتاء. زي ما قلت حضرتك البرقوق والتفاح والمشمش والخوخ والعنب مبكر متوسط أيا كان إيه، كل هذه المحاصيل والرمان طبعا تحتاج هذا الشكل من الجو. القمح محصول شتوي بيحصل له إن هو نموه بيزيد في الجو انخفاض الحراره، معانا طبعا الانخفاض الاكثر زياده عن اللزوم الاربعه والخمسه دي لا حاجه ثانيه. وبالتالي في قطاع من المحاصيل الشتويه، البطاطس في نهايه عمرها شتوي،
الجو كل ما كان برد كل ما كان تحجيم افضل. البنجر نفس الموضوع، البصل، الثوم احيانا بيحتاجوا البروده في نهايه العمر، ما بتكلمش في المراحل الاولى او المتوسطه من العمر. طيب دكتور محمد، لما يكون في شبوره بكل تاكيد بتؤثر على المزروعات بشكل كبير، ايه تاثيرها وهل نقدر نتفادى هذا التاثير؟ وده سؤال مهم جدا يا استاذ محمد، وشكرا جزيلا، لان الفتره اللي فاتت حصل ظهور مبكر للشبوره في نهايه الخريف، انا بتكلم عن نوفمبر، وعمل بعض الاشكاليات على محاصيل البطاطس وغيره، وظهر بعض الامراض. الشبوره معها امراض بتصيب المحاصيل. طالما في شبوره والجو دافى شويه لازم في اجراءات وقائيه ضد امراض بعينها، اللي هي الندوه المتاخره على البطاطس، التباقع السيركسبوري على البنجر، بار الزغبي، واللطع الارجوانيه على البصل والثوم، دول امراض. وطبعا العفن الرمادي على الفراوله، دي امراض مهمه جدا. طالما شبوره يبقى لازم اجراء وقائي، والاجراءات الوقائيه معناها استباقيه، ما استناش لما الاعراض والمرض يظهر عندي. والمزارعين بقوا فاهمين الكلام ده الحمد لله. المزارعين، اقول لحضرتك حاجه، الفقره اللي حضرتك بتذاعها دلوقتي في تلفزيون مصر المحترم هي فقره مسؤوليه مجتمعيه محترمه جدا، وارشاد زراعي صريح لملايين المزارعين بيتابعوكوا دلوقتي، فده حاجه كويسه جدا للمزارعين، وحاجه كويسه جدا منكم بصراحه، وبشكر حضرتك جدا عليها يعني. طب حابين نعرف التأثير الإيجابي يمكن من التأكيد على أربطة الصوب والأنفاق البلاستيكية، هل ده تحسبا لعدم دخول يمكن أي مية داخل الصوب؟ لا، ده لما يكون متوقع سرعات عالية من الرياح تتعدى 40 50 60 كيلومتر في الساعة، وده متوقع على يوم الاثنين أو الثلاثة، وبالذات في مناطق زي الصحراء والنبرية، وادي النطرون، المغرى، مناطق الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، المناطق دي وزاره الصحراء طبعا للمنيا وبني سويف، متوقع يكون في سرعات عاليه من الرياح، فبالتالي اللي عنده صوب او انفاق بلاستيكيه على قد ما يقدر يشدد على الاربطه وعنده الواح طاقه شمسيه يتاكد انها تمام، بحيث لو حصل سرعات عاليه من الرياح ما يحصلش اي ضرر لكل هذه الصوب او الانفاق يعني. طيب دكتور محمد، هو يعني التغيرات المناخيه وتقلبات الطقس دي حاجه مش بايدينا، لكن احنا بنحاول قدر الامكان احنا نتكيف مع ده، خصوصا في مجال الزراعه. هل في اصناف جديده بيتم استنباطها تتحمل درجات الحراره المنخفضه؟ كويس جدا حضرتك بتطرح الامور دي، لان دي نقطه مهمه جدا. احيانا المزارع المصري بيزرع الاصناف المتاحه وما يعرفش كميه الجهد والتعب اللي الاجهزة ومؤسسات البحثيه في وزاره الزراعه وفي الدوله المصريه قامت بيها. طبعا كل اصناف القمح المزارعه في مصر هي اصناف قصيره العمر، حوالي 17 18 صنف. قصيره العمر معناها ان هي بتهرب من كتير من مشاكل المناخ في مصر، وبالتالي طبعا في استنباط اصناف كثيره من المحاصيل الموجوده على قد ما بنقدر بتكون متوافقه نوعا ما مع هذه التغيرات. انا التغيرات في المناخيه في مصر الحمد لله مش تغيرات عنيفه، سيول وفيضانات، ولكنها تغيرات من نوع خاص بيبقى لها تاثير. احيانا بتشوف التاثير ما بتشوفش التغير، يعني ممكن تذبذبات حراريه، بعض الموجات اللي زي كده ممكن تعمل لي مشاكل، ولكن الاصناف الموجوده والممارسات والتوصيات اللي احنا قلناها من خلال البرنامج المحترم صباح الخير يا مصر، دي توصيات تخش ضمن اجراءات التكيف السريعه او قصيره المدى ان المزارع بياخدها، وبالتالي بيقدر يقلل كتير جدا من المشاكل وتحديات التقلبات المناخيه الحاليه الموجوده في معظم المناطق الزراعيه. وكل اقليم كمان يا دكتور محمد وليه طريقه مختلفه في الزراعه، ليه طبيعه خاصه، ليه طقس مختلف. كل محصول، كل اقليم من اقاليم مصر، يعني كل منطقه زراعه. بص حضرتك، لو هتكلم على اقاليم مصر المناخيه بصرف النظر عن اقاليم زراعيه او غيره، عليها اربع اقاليم واضحه. منطقه شمال الدلتا ودي لها خصوصيه في المناخ، معظمها بيبقى مفيش موجات ساقعه الحمد لله، ولكن في رطوبه عاليه دائما في هذه الاماكن، وفي ملوحه نوعا ما في التربه. في اقليم باقي الدلتا، وفي اقليم الوادي اللي هو مصر الوسطى ومصر العليا، ده بيتميز طبعا بان المناخ قاري، يعني في فرق كبير ما بين حراره الليل والنهار. وطبعا في اقليم اصبح اقليم جديد ولكنه مش اقليم مناخي بالظبط، ولكن اقليم كله زي الصحراء والمناطق المزارعه في المناطق الصحراويه. صحيح. دي بيسموها مناطق هشه مناخيا. كل اقليم من هذه الاقاليم ليه توصيات، عشان كده مركز معلومات تغير المناخ وزاره الزراعه بيبقى عنده توصيات مخصوص لمناطق الزراعه على حسب طبيعه المناخ وطبيعه المحاصيل وطبيعه الاراضي وكمان طبيعه المزارع، مزارع اراضي جديده او اراضي قديمه. كل التوصيات ديت تباعا بتنزل من خلال كل وسائل التواصل اللي ممكن نوصل بها للمزارع من خلال الارشاد الرقمي، بنوصل هذه التوصيات للناس، وبالذات في ظل هذه الظروف دي مساعده كبيره جدا لاهالينا المزارعين واصحاب المزارع، لان التغيرات المناخيه في مصر رغم انها مش عنيفه لكنها خطيره للاسف، لانها تغيرات صامته بعض الاحيان. فالحمد لله بنقدر نواكب ونتابع باستمرار مع كل اهالينا المزارعين في كل مكان في مصر الحمد لله.
كل الشكر ليك دكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة. شكرا ليك يا فندم.